اكو مساحات الفقر صارت، اكو بطاله مشكله، اكو تعطل المشاريع، القطاع الخاص ما عنده رؤيه الدوله وين راح تمشي بصراحه للمقر الموازنه. لذلك يعني هو هناك ما يسمى اكو شيئين، اكو الصرف بالموازنه الحد الادنى انه نصرف المجد لك بموجب قانون الاداره الماليه الماده 13 نصرف 1 على 12 للمصروفات الجانبية للعام الماضي. نعم. هذا الحد الأدنى. نعم. لكن تعرف بسبب الوفرة المالية الكبيرة والضغط الاجتماعي قدمت الدولة مشروع الأمن الغذائي، المشروع الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. نعم. إذا تطلع بهذا المشروع تشوف في نفقات طارئة فعلا لدعم البضاعة التنمية، دعم الشراء الاجتماعية بالرعاية الاجتماعية، الدخول المنخفضة، دعم اسعار المحاصيل، الامن الغذائي الى اخره، وبنفس الوقت في تخصيصات في مشاريع جديده. يعني هذا القانون هو بديل للموازنه دكتور؟ هذا هو بديل، يعني نسميه بديل، يعني بديل مؤقت. بالضبط، انا اسميها جين يعني بالضبط. مع 1 على 12 راح تصير نفقات كبيره تقريبا، بس ما تجمعها وثيقه واحده هي وثيقه قانون الموازنه العام للاتحاد العراقي وهي الاساس طبعا. طيب يعني إدخال مؤقت للصرف. نعم دكتور، عفوا، هذا القانون وبعدها ممكن الميزانية تتأخر شهرين ثلاثة حسب الخلافات السياسية والاتفاقات. نعم. هذا ما راح يأثر على رقم الميزانية الأخير والأول بموضوعة أنه الدعم القانون الطارئ وهذه المبالغ هاي ما راح تأثر على الميزانية؟ هو طبعا هي أكو تعقيدات ومو سهل المسألة، لكن إذا صدر قانون موازنة حتى لو بعد شهر الخامس السادس تتموض هاي المصروفات وهذه التوجهات تتموض في قانون الموازنة الجديد. طيب يعني ما في شيء يروح بعيد يعني، لا طيب تتموض. طيب هذا القانون دكتور، مو انت طرقت للقانون وانا جتني الاسئله على القانون، هذا القانون ما راح يفتح ابواب للفساد برايك؟ شلون؟ العفو عايز ما اسمع. العفو، القانون هذا ما راح يفتح ابواب للفساد؟ شوف هي هاي طبعا الرأي العام يتكلم هكذا. نعم. يتوجه النقاشات البرلمانية كلنا السبب جيش ينتقد اليوم الموازنة من سياقات وإن تقسيماتها وأبوابها بالإيراد والصرف، هي تقدر الرقابية على الموازنة تكون أعلى. نعم. بيكون الصرف في قوانين مختلفة، ويعني أنت تصرف بقانون في آن واحد يدي مساحة يعني التفسير كثيرة. فلذلك حتى نقطع الشك باليقين العفو من قوسين اطلب ان تكون هناك رقابه سابقه من قبل الدوائر الرقابه الماليه للاتحاد، يعني راح تكون هنالك رقابه على موضوع تطبيق القانون واين تذهب هذه الاموال. ثم رقابه سابقه. نعم. رقابه سابقه لا سيما للنفقات الكبيره، يعني برامج كبيره تحتاج اشراف مسبق يعني. وهذا يعني ممكن في دوائر الرقابه الماليه الاتحادي اللي هو مرتبط بالبرلمان في مجلس النواب اللي يمارس دور الرقابه المسبق.